هذا وتجولت كاميرا رشيد في منطقة بوبشام بالعاصمة بغداد والتقت بعدد من المواطنين الذين خرجوا في تظاهرة احتجاج على سوء الخدمات المقدمة لهم. احنا كانت عندنا مظاهرة حددناها بتاريخ 18/11، واعلناها وعدها علم القيادة العامة للقوات المسلحة والدولة وكتاب رسمي وتصريح، ولكن اداركوا الامر فاحنا جونا هم طلبوا من عندنا عقدوا ويانا مؤتمر. في المؤتمر قالوا انتم مشردون، قلنا لهم عندنا مطالب خدمية وهي مطالب احنا من زمان جاي نشتغل على مودها، وانتم لحد الان ما التفتوا علينا حتى تعبرون مناطقنا، وانتم عدة مرات زرتوا مناطقنا. قالوا يشتردون هسه، قلنا لهم تجون ويانا، احنا راح نطلع مظاهرة وندعي البرلمانيين ويانا اللي احنا انتخبناهم داخل منطقتنا وبالمظاهرة، اما نطلب من البرلمانيين يعلنون يسوون جلسة طارئة خاصة لاهالي ابو الشام ومجلس النواب، ويعلنون اهل بوب الشام منطقه منكوبه حتى احنا ناخذ حقوقنا حالنا حال المدن. اللي ترتوه شنو يعني؟ خدمات يعني مجاري ومي وكهرباء. هسه ها كلهم ما واصلات ذني، لان كلهم ما واصلات. يعني بوب الشام من عمرها 58 سنه ومسجله في عقار الدوله، طاب الدوله تستوفي حقوق من عندها، اموال تاخذ من عندها اموال، لحد الان بوب الشام ما معمره. الكل سياسي عراقي يسمعني، يا عادل عبد المهدي، يا رئيس الوزراء، يا برلمانيين، يا حكومتنا اللي انتخبناكم وصعدتوا على ظهرنا. لما صعدتوا على ظهرنا ورحتوا هناك وصرتوا بالسلطه، ما فكرتوا باهلكم وشعبكم وناسكم ما صاير بيهم؟ نريد واحد من عندكم يوصل هنا يشوف حالنا صاير بيه. احنا اللي وقفنا لكم، احنا اللي لو ما احنا ولو ما الشعب العراقي انتم ما تصيرون ولا تسوون شيء. زين تعال شوف واقعنا المرير وحالتنا ووضعيتنا المزريه. مره ما تقدر تطلع للسوق، الصف مدارسنا متهالكه، الصف 94 طالب، شو احكي لك؟ بنيه 94 طالب نعم بالصف الواحد. وهسه من خلال انتاج قناتكم هاي، هذا الانتاج مالتكم، اوصيك لله لله، هذا بنسوي مونتاج ما تقطع منه ولا كلام من كليتنا لله. كادر تدريسي عندنا مدارس، كل مدرسه 3 دوامات، كل مدرسه هسه عندنا وحده مدرسه بوب الشام اسمها مدرسه بلال الحبشي، المدير مالها اللي يقفلها ويروح لوزاره التربيه يعطي المفاتيح، لانه عنده 8 مدرسين نقص. ابو الرياضيات ياخذ العلوم، صايره هاي بافغانستان ما صايره، وباكستان ما صايره، هاي الدول وحق باوع، هاي باوع، هاي الدول خلنا خدمك اسمع، وما خفي كان اعظم. اسمع بعد، انت شايف ابو العلوم ياخذ الانجليزي، ابو الرياضيات ياخذ عربي، ابو التاريخ ياخذ اسلاميه. شوف بس خلنا خدمك واسمع من عدي. اثيوبيا، اريتريا، النيجر، الصومال، هاي الدول المادون الناميه اللي مادون خط الفقر، مادون خط الفقر، يعني لا اكل ولا شرب، ما صاير عندهم هاي الحاله. احنا بالنسبه هسه كل الخدمات، كل اللي لازم خدمات موجوده، هسه احنا عندنا طلاب، عندنا عوائل، يعني 24 ساعه بطين. ترجع الى وضع احنا بال 2020 راح نطب الجزمه، لاحظ يا اخي بالكاميرا، لاحظ كلها لابسه جزامي. هذا شنو؟ اولا عندنا حصو، نحكي بالعاميه، عندنا حصو، عندنا رمل، عندنا سمنت، عندنا يد عامله وعندنا كفاءات. شنو من دوله هاي؟ شنو من دوله اللي ما تنظر الى شعبها؟ هذا شعب او مناطق تباوع، انت تصدق وصلت قطعه صله الرحم؟ اذا احكيها بالعاميه تخابره يقول له لا تجيني، ليش يا ما اجي؟ والله ما نحط تحط سيارتك، انت كلك طين. ما يصير والله العظيم، الى وصلت الى هيش مرحله يعني صايره هي، يعني اكو موجود رمل عندك، موجود عندك حصن، موجود عندك معمل اسفلت، سوى ارصفه. انا هسه انظر، انا من الثعالبه انظر الى كوكبه الشهداء اللي منطيه، ايش قد الثعالبه، ايش قد الشهداء ابو عبد الكامل، ايش قد الشهداء منطيه، ايش قد الشهداء انطت، يعني اللي ينطي شهداء يجازوه، يجازوه بتبليط، يجازوه بخدمات. يعني ما معقوله هيك دوله ما تفكر الا بالبوق والحرمله. الله لا وفقهم ان شاء الله ولا يطيق.